بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. سبق معنا في الحلقة السالفة قول المؤلف رحمه الله تعالى: فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهم كقوله سبحانه: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز أن نجمع بين أعياد المشركين وأعياد المسلمين، فنجعل الجميع محلا للفرح والسرور، بل نقتصر على عيدي المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبدلكم بهما، أبدلكم، فلا يجمع بين البدل والمبدل، فينتقل المسلمون من أعياد الكفار وأعياد المشركين ويغادرون ذلك مغادرة تامة إلى أعياد المسلمين التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم، عيد الفطر وعيد الأضحى. وليس للمسلمين أن يحدثوا أعيادا أخرى ويقولون هذه أعياد إسلامية أو مناسبات إسلامية، بل يقتصرون على العيدين، لأن هذا تشريع، لأن إذا جعل زيادة أعياد فهذا تشريع وزيادة في الشرع، فيكون هذا من البدع المحدثة. قد قال صلى الله عليه وسلم: أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه: فتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عداوة إبليس لبني آدم وذكر فعله مع أبيهم آدم عليه السلام، قال: أفتتخذونه، أي إبليس أو الشيطان، وذريته أولياء من دوني، تتولونهم وتصادقونهم وتطيعونهم وهم لكم عدو. الله بين عداوتهم لبني آدم من أصل عداوة أبيهم عليه السلام، فهم عدو، لا تزال عداوتهم مستمرة، فلا يجوز للعاقل أن يتخذ عدوه صديقا أو مبغضه محبا، لأن عدوه لا يألو جهدا في الإضرار به، وإن تظاهر له بالمواخاة والموافقة نفاقا وتملقا إلا أنه يبطن الشر. فتتخذونه وذريته، أي إبليس وجنوده، أولياء من دوني، تطيعونهم وتحبونهم وهم لكم عدو. هذا تنبيه على وجوب العداوة لهم، وهم لكم عدو، ما دام انه عدو فاتخذوه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا،
هذا محل الشاهد من الآية، بئس للظالمين بدلا. بدلا، فكما أن الله أبدلنا بعيدي المشركين عيدين إسلاميين، فلا يجوز أن نتخذ المبدل والمبدل ونجعله مع البدل، بل نقتصر على البدل. فنحن نوالي الله ونتخذ الله وليا وعباده المؤمنين أولياء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فهم أولياؤنا، فنكتفي بولاية الله ورسوله والمؤمنين عن ولاية الشيطان وأعوانه، ولا نجمع بين هذا وهذا. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. التبديل يقتضي الانتقال من شيء إلى شيء، فالله بدل قوم سبأ بجنتيهم الطيبتين المثمرتين لما لم يشكروا نعمة الله بجنتين ذواتي أكل خمط، يعني شيء شاق ومتعب، وأثل طرفة ما فيها فائدة، وشيء من سدر قليل. الشيء الطيب قال شيء من سدر قليل، فالطيب ما فيه منه إلا القليل، والكثير متعب ولا فائدة فيه. فهذا بدل، هذه الجنة هاتين الجنتين بدلا من الجنتين الطيبتين. فهذا مثل عيد الكفار وعيد المسلمين، فعيد المسلمين طيب وعيد الكفار سيء، فكيف نرضى بعيد الكفار وهو سيء ونقلنا الله منه لخبثه وشره وننتقل نرجع إليه مرة ثانية؟ هذا من العجب. نعم. وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم، اليهود لما قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأمرهم أن يسجدوا لله عز وجل عند دخولهم، وأن يستغفروا ويقولوا حطة، هي حطة عنا ذنوبنا. فهم بدلوا الفعل، فدخلوا على يحبون على أستاههم بدل السجود، لم يسجدوا، وبدلوا قول حطة بحنطة، زادوا النون، يعني حبت حنطة، لأنهم يحبون الأكل، بدلوا الاستغفار بقول حنطة. فهذا معنى قوله جل وعلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فهذا من التبديل، فكوننا ننتقل من عيد الإسلام إلى عيد الشرك هذا من التبديل الذي ذم الله فاعله وتوعده. نعم. وقوله تعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب. نعم، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، فتأخذ الخبيث وتترك الطيب من المكاسب والمطاعم، لأن هذا في معرض النهي عن أكل أموال اليتامى، فأكل أموال اليتامى خبيث لأنه حرام، وتتركون أموالكم الطيبة وتأكلون من أموال اليتامى، فهذا من استبدال الخبيث بالطيب، فالباء تدخل على المتروك دائما. فهذا من باب أنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل. نعم. ومنه الحديث في المقبور فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة، ويقال للآخر انظر إلى مقعدك في الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار. نعم، كل هذا يدل على أن أعياد المسلمين أنها طيبة، وأنها مثل الجنتين الطيبتين في قصة سبأ، ومثل تبديل اليهود للكلام من كلام إلى كلام آخر ومن فعل إلى فعل آخر، ومن مثل المنازل في القبور، فإن الله يبدل المسلم منزلا من الجنة بدلا من منزله في النار، والعكس يبدل أهل النار من منازلهم في الجنة منازل في النار. فالله جل وعلا إذا أبدل من شيء فإنه لا يبدل إلا من خير إلى شر أو من شر إلى خير. وعلى كل حال فلا يجوز للرجوع للبدل السيء وترك البدل الطيب والحسن، ومن ذلك أعياد المسلمين فإنها طيبة ويجب الاقتصار عليها، ولا يجوز الرجوع إلى أعياد المشركين. نعم، أحسن الله عليكم. وقول عمر رضي الله عنه للبيد رضي الله عنه ما فعل شعرك؟
قال أبدلني الله به البقرة وآل عمران، وهذا كثير في الكلام. نعم، لبيد بن ربيعة العامري رحمه رضي الله عنه من فضلاء الصحابة، وكان شاعرا في الجاهلية فحلا من الفحول، وله معلقة من المعلقات المعروفة، فلما أسلم ترك الشعر رضي الله عنه وأقبل على تلاوة القرآن. ولذلك لما سئل عن شعره في الجاهلية قال أبدلني الله به سورة البقرة وآل عمران رضي الله عنه. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما وقوله خيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. نعم، هذه الأمثلة التي سبقت جاءت نتيجة ذكرها، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في العيدين عيدي الجاهلية إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذا يدل على أنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل، فلا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بأعياد المشركين وأعياد المسلمين ويقولون كلها أعياد كلها فرح وسرور، فهذا لا يجوز أبدا، لأن هذا جمع بين البدل والمبدل، وجمع بين ما نهى الله عنه وبين ما أمر الله به. نعم، أحسن الله إليكم. وأيضا فقوله لهم إن الله قد أبدلكم لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا. نعم، الإبدال معناه النهي عن البقاء على المبدل والانتقال إلى الشيء البديل، وهكذا في العيدين فإنهما بديل عن أعياد المشركين، فيقتنع المسلمون بما شرعه الله لهم في عيد الفطر وعيد الأضحى ولا يزيدون على ذلك، ولا يشاركون الكفار في أعيادهم لأن الله نقلهم منها، فكيف يرجعون إلى ما نقلهم الله منه وعلم أنه شر لهم. نعم. قال إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعملونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. نعم، فهذا قوله أبدلكم هذا الدليل على النهي، لأنه لو كان يجوز الجمع بين أعياد المشركين وأعياد المسلمين لما جاء لفظ الإبدال، ولصار عيدي المسلمين إضافة إلى أعياد المشركين، والأمر ليس كذلك، وإنما البدل غير المبدل منه، فلا يجوز الجمع بين أعياد الكفار وأعياد المسلمين، بل المسلمون يقتصرون على أعيادهم التي شرعها الله لهم. وكما سبق ذكرنا سابقا أنه لا بد للأمة من عيد يحتفلون فيه ويفرحون فيه ويتوسعون فيه، وكانوا في الجاهلية على هذا، والنفوس تتطلع إلى هذا الشيء، فالله جل وعلا جعل لهم خيرا من أعياد الجاهلية، جعل لهم عيدين فيهما عبادة لله ويأتيان بعد أداء أركان من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج، فهما مناسبتان عظيمتان يفرح المسلمون بذلك، فرح عبادة لا فرح نفس وفرح أشر وبطر، وإنما فرح عبادة. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم، أحسن الله إليكم. وفي قول أنس رضي الله عنه ولهم يومان يلعبون فيهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما دليل على أن أنس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أبدلكم بهما، فهم تعويضا باليومين المبدلين. نعم، أنس راوي الحديث، أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث، فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبدلكم أن هذا تعويض، ما أن هذا تعويض عن يومي الجاهلية، فلا يجوز البقاء على أعياد الجاهلية لأن الله عوضهم عنهما بعيدي الإسلام، فالمقصود من جعل عيد الفطر وعيد الأضحى هو التعويض عن أعياد الجاهلية،
لأن بقاءهم على أعياد الجاهلية لا يجوز. نعم. قال وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه. نعم. ومما يدل على منع المسلمين من مشاركة الكفار في أعيادهم أن المسلمين لما ذكر النبي أو لما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الله عوضهم وأبدلهم خيرا من أعياد الجاهلية تركوهما بالفعل، تركوهما بالفعل، فلم يبقى أحد من الصحابة يحتفل بعيدي الجاهلية. وهذا الترك النهائي دليل على المنع، على أنهم رأوا أن هذا منع من المشاركة في أعياد الكفار. وكان على هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه أنهم تركوا أعياد الجاهلية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم، ففهموا من هذا المنع من البقاء على أعياد الجاهلية والاكتفاء بأعياد الإسلام. نعم. قال ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة، إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان، وكثير من الناس متشوقة أو متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. كما ذكرنا أن كون المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تركوا العيدين الجاهليين تركا نهائيا وانتقلوا إلى عيدي الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا دليل على هجر أعياد الجاهلية وترك أعياد الجاهلية، لأنهم فهموا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم، إن الله قد أبدلكم، ففهموا من هذا أنه لا يجوز البقاء على أعياد الجاهلية. نعم. قال ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفر همم الجماهير، لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. نعم. الصحابة رضي الله عنهم إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء تركوه بالكلية، وإن كانت نفوسهم قد تعلقت به وألفوه وعاشوا عليه فترة من الزمن، فإنهم لمجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنه يتركونه تركا نهائيا لقوة إيمانهم، وليس ذلك إلا للإيمان، هو الذي ينقل النفوس من محبوباتها ومألوفاتها المحرمة إلى المألوفات والمحبوبات الطيبة. أما في غير الإيمان فلو تجمع الملوك، ملوك الدنيا بسطوتهم وسلطانهم وقوتهم على أن ينقلوا الناس مما اعتادوه وألفوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما يكون هذا إلا بالإيمان. وهذا هو الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم ينتقلون بسهولة وبدون التفات إلى أعياد الإسلام وترك أعياد الجاهلية التي ألفوها وعاشوا عليها وعاش عليها آباؤهم وأجدادهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا كان محرما، إذ لا يعنى بالمحرم إلا هذا. نعم. ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا يعني نهى عنه نهيا جازما فإنه يكون محرما. وكما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء تركه الصحابة نهائيا، ولو كانوا يألفونه ويحبونه في الأول ويأنسون به، لكن إيمانهم وامتثالهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ينقلهم بقوة عن ذلك. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه ميزة الإيمان، وهذا فضل الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم لامتثال أوامر الله وأوامر رسوله، فيجب الاقتداء بهم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذا أمر بين لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه. نعم. فهو المطلوب.
نعم، من رجع إلى عيدي الجاهلية وأحيا شيئا منهما ولو يسيرا فإنه قد عصى الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أو جاء بما هو أشد من النهي، وهو قوله إن الله أبدلكم، إن الله أبدلكم، والبدل معناه النقل من شيء إلى شيء وعدم العودة إلى المنقول عنه. نعم. قال: والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى. نعم، الأمة حذروا من مشابهة المشركين عموما ومن مشابهة اليهود والنصارى خصوصا، واليهود والنصارى يعملون في أعيادهم أعمال كفرية وشركية، فالمسلمون لا يوافقونهم على ذلك، وإن أقروهم على فعلها بموجب العهد فإن اليهود والنصارى يقرون على ما هم عليه في دينهم، ولكن المسلمون لا يشاركونهم في هذا. ففيه فرق بين إقرارهم على ما هم عليه بموجب العهد وبين أن المسلمين يستحسنون هذا أو يستسيغونه أو يشاركونهم فيه. نعم. قال رحمه الله: فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور، بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند احترام أنفس المؤمنين عموما. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مشابهة اليهود والنصارى، وأخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يشابههم، لأن الدواعي إلى مشابهتهم في النفوس قوية بحكم أنهم أهل كتاب وأنهم أهل دين، مما يشبه على الجهال أن ما يعملونه حسن بخلاف المشركين، فإن المسلمين والعقلاء يعلمون أن ما يفعله المشركون أنه باطل وأنه شر، ولأنهم لا دين لهم ولا كتاب لهم، ولذلك يكون في المسلمين من يتشبه باليهود والنصارى باعتبار أنهم أصحاب دين وأصحاب كتاب، وقد يكون هذا شبهة عند بعض ضعاف الإيمان أو ضعاف العلم، أو من باب ما يقولون هذا من باب التأليف لهم. فالشاهد الحاصل أنه لا ينقطع التشبه باليهود والنصارى نهائيا، قد يكون في المسلمين من يفعل هذا، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشبه باليهود والنصارى، وأخبر أنه قد يكون في المسلمين من يتشبه بهم. لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن القوم إلا هؤلاء. لكن المشركين لا يتشبه المسلمون بهم في عبادة الأوثان والأصنام وأكل الميتة وغير ذلك إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة، حينما ينقرض المسلمون ويرسل الله الريح فتقبض من في قلبه إيمان ولا يبقى إلا الكفار، فحينئذ يعود دين المشركين وتقوم الساعة. لا تقوم الساعة على وفي الأرض من يقول الله الله, الله. تقوم الساعة على شرار الخلق والعياذ بالله. فالحاصل أن التشبه باليهود والنصارى قائم وموجود ولا ينقطع في بعض المسلمين، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. ومن ذلك الأعياد، أعياد اليهود والنصارى، قد يكون في المسلمين من يميل إليها ومن يحبذها ويحسنها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في النهي عن التشبه بهم تحذيرا من ذلك، لأن الخطر في هذا أشد. بخلاف المشركين فإن من في قلبه إيمان وعقل ودين لا يمكن أن يتشبه بالمشركين في عبادة الأصنام والأحجار والأشجار إلا من طمس الله بصيرته وخرج من الإيمان، هذا خرج من الإيمان، لكن مسلم باقي على الإيمان لا يمكن أن يتشبه
باليهود بالمشركين أبدا إلا في آخر الزمان حينما يفقد الإيمان نهائيا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى. يعني عن مشابهة اليهود أنها أشد من مشابهة أهل الجاهلية. قال: ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر الله مقتضي له قوي. هذا هو كما سبق أن عودة المسلمين إلى الشرك وما كان عليه المشركون بعيد جدا، بعيد جدا، حتى ضعيف الإيمان لا يمكن، لكن الداعي في مشابهة اليهود والنصارى قوي وموجود. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة اليهود والنصارى تحذيرا خاصا ومؤكدا، من أجل أن هذا موجود ويخشى على المسلمين منه ومن تزايده، ويخشى من تزايده وانتشاره. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.